ما يزال ملف الكهرباء هو الصداع السنوي المعتاد الذي يواجه العراقيين، فمهما استرخى العراقيون في شتائهم مع أغاني فيروز وأكواب القهوة، هم يعرفون أن ما سينتظرهم في تموز وآب سيكون جحيماً وطنياً بامتياز. مع غياب التيار الكهربائي أو ضعفه، فالكهرباء على ما يبدو ليست ملفاً خدمياً بقدر ما هو ملف سياسي وأمني. فالغاز إيراني والدولار أمريكي وما بينهما يكون جهاز التبريد ورقة ضغط على العراقيين الذين لا يحتاجون إلا لدرجة حرارة عالية ومزاج غاضب ليكون تموز درامياً. منذ ثورة أوروك في تموز عام 2000 قبل الميلاد، مروراً بانقلاب عبد الكريم قاسم، وليس انتهاءً باحتجاجات 2018. مرحباً بكم.